شفنا في مجموعة فيديوهات سابقة تأثير الإضاءة والألوان وزوايا التصوير على المشاعر اللي ممكن يبثها المشهد أو الصورة. كيف ممكن نستخدم هاي الأشياء بالتطبيق عملي؟ فاليوم بدي أحاول أعمل أكمل بوستر لفيلم خيالي هيك من مخيلتي، وبدنا نشوف كيف ممكن نستخدم هاي القواعد فيه. فنبلش بالبوستر الأول، بوستر لفيلم رعب. فيلم الرعب بيحكي عن إنسانة بتلحقها الشياطين، تمام؟ فبداية خلينا نبلش نحلل المشهد كالآتي. الإضاءة راح تكون لوكي، لوكي اللي هو في ظلال كثير بالمشهد، في أشياء كثير مجهولة، وهذا بيعطي طاقة سلبية، بيعطي شعور بالخوف نوعا ما في الصورة أو المشهد. ثانيا بالنسبة للألوان راح أحاول أضيف اللون الأحمر، لأنه اللون الأحمر بيدل على القوة الشيطانية أو الأرواح الشيطانية نوعا ما في البوستر، فهلا بنشوف كيف ممكن نضيفه على البوستر. وثالثا بالنسبة لزاوية التصوير، بما أنه الإنسان ضعيفة وبدنا نحس بالشفقة عليها، راح نختار زاوية علوية نصور فيها الموديل اللي موجودة في البوستر. هلا أنا مش موجود باستوديو حقيقي وصعب إني أتحرك وأصور، راح تكون عملية جدا صعبة، فراح أستخدم استوديو افتراضي رقمي موجود على جهاز الكمبيوتر واشرح عليه. وافضل برنامج واتوقع هو الوحيد لشرح هاي الامور اسمه ست الايت 3D، سعره 80 دولار البيسك، والاستوديو سعره 190 دولار عاملين عليه خصم هسه. فعلى اليسار عندي انا الاستوديو هون، وعلى اليمين اللي هو الكاميرا شو شايفه. بدايه بدنا نعرف البوسترات بيكون حجمها تقريبا 3 ب 4، هو نسبه الطول للعرض 1 ب 1 مثلا اللي هو مربع، فثلاثة باربعة أتوقع نسبة جيدة للبوسترات. حكينا أول إشي بدها تكون لوكي وإضاءة حادة، الإضاءة الحادة بتساعد أن المشهد يكون مخيف. بس بداية خلينا نخلي الموديل أكيد ما راح تكون مبتسمة بفيلم رعب، خليها حزينة مش هابي، تقريبا زي هيك. هلا بدنا نرفع الكاميرا صحيح، يعني لاحظوا بدي أخلي الكاميرا أعلى منها مشان نحس المشاهد يحس بالشفقة عليها. خلي وقفة جسمها يعني ما بهمني، خليها زي هيك، ما راح ألعب كثير بالجسم، لغة الجسد راح نحكي عنها بعدين فيديو لاحق، بس تقريبا زي هيك. الخلفية بعدين ببلش فيها. خلينا نبلش بالإضاءة اللي عليها، بدها تكون حادة أولا، فحجم الإضاءة بده يكون صغير. الإضاءة خليها تقريبا ريمبرانت زي هيك، خلينا أقلل القوة، تقريبا زي هيك ممتاز. حبيت إنه كيف الشعر مغطي عيونها، بس لا إحنا بدنا نبين تفاصيل وجهها، وأظن إنها حاطة ميك اب، بدي ألغي الميك اب هيك أجمل، لأن الميك اب ما راح حسسنا بالشفقة عليها. يعني تخيل واحدة بتلحق الشياطين وفاضي تحط ميك اب، ما بزبط. فتقريبا زي هيك الظلال على وجهها ممتازة، خليها تطلع على الكاميرا، أيوة بديها تطلع على الكاميرا بنظرة حزن إنه محتاج مساعدة، بس بدي شوية لمعة بعيونها، بدي اللمعة بعيونها تبين. بلاش إضاءة حادة، خليها إضاءة ناعمة كثير. بدي أحط بارابوليك لايت 120 سنتي، ممتاز. زي هيك راح يعطي لمعة منيحة بعينها، أيوة اللمعة اللي بالعين تعطي شوية أمل. هلأ كيف منبين اللمعة بالعين أكثر؟ كل ما كان مصدر الإضاءة أكبر. بدي ننتبه على العيون، تطلع بس على لمعة العين، فلو كان الضوء حجمه صغير راح الضوء يكون نقطة بالعين بس، فما بتبين ملامح العين. لكن لما يكون الضوء كثير كبير وقتها منبين تفاصيل العين ورسمة العين والبؤبؤ إلى آخره. فأنا 120 سنتي يعني منيح أتوقع البارابوليك لايت، لاحظوا لمعة العين زادت، فهيك يعني بتحسسك بالشفقة عليها أكثر. بالنسبة إيش اللي بدي بين من جسمها، هلا إحنا بدنا نبين شياطين في البوستر، فبدأ أترك شوية فراغ ورا للشياطين، بدنا نبين إنها بتهرب منهم. كيف في هون أظن في بوز ستاندينج للومن، بدنا يبين لهي بترقص. تقريبا يعني انا ما راح ابين الايدين، بدي احاول ما اقص الكوع، وبدنا نبين مشاعر الوجه، فتقريبا زي هيك منيح. بس بدي الف جسمها شوي بحيث انه الكتف من هون يكون متوازن. هلا مشان ابين انها ضعيفه بدي احاول ادخل على الجسم واغير شوي بالجسم انه يكون مايل، يعني هلا هي ما راح تكون واثقه من حالها مستقيمه، راح تكون شوي ضعيفه، فهاي كمان بلغة الجسد يعني بدي أميلهم شوي يعني مشان يبين إشي غير متزن. أيوة تقريبا زي هيك، يعني الجسم أشوف بقدر أميله شوي، يبين إنها مترنحة شوي. هلا بما إنه لوكي بدنا نخلي الظلال جدا معتمة على وجهها، هلا الظلال على وجهها مش معتمة بسبب إنه الحيط عم بيعكس، فإحنا بدنا نخلي حيطان الغرفة سودا مشان تكون الظلال سودا كثير، أيوة والخلفية سودة من مرة. هلا بدي بين انه في شياطين تلحقها، خلينا نحط شوية اثاث. هذا الفيديو صفى عن البرنامج مش عن البوستر، فخلينا نجرب بس نحط هاي القطعة وراها اشوف. طيب كيف بدنا نضيف شياطين في البوستر؟ خلينا ندور على موديل ثاني، بديش اعمل فوتوشوب، بدي احاول كله بالتصوير، يعني بدي اتخيل انه هذا استوديو حقيقي بدي اجيب مودلز. هلا شياطين او الاشياء المخيفة بيكون في هيك الوجه ما بيكون ناعم، بدنا تفاصيل كثير، فاتوقع
الشخص الكبير بالعمر، هذا الشخص تفاصيل وجهه كلها تجاعيد وكذا، بزبط انه نستخدمه ك وجه الشيطان اللي بالحقه مثلا. هلا بدنا نخليه مخيف اكثر، كيف بدنا نخليه مخيف اكثر؟ بدناش يبين تفاصيل وجهه، يعني احنا بنخاف من الاشياء المجهوله بطبيعتنا يعني، فكيف بدنا نخلي تفاصيل وجهه مجهوله؟ بدنا نخليها بلوري اكثر، فيش مش مبينه، اوت اوف فوكس. فبخلي الفتحه بدل 8 مثلا 5، هيك راح يصير اوت اوف فوكس اكثر، بدل 5 4.5 اوكي. وبقلل الاضاءه، بقلل قوة الإضاءة. هلا غير هيك واصلوا إضاءة من الكي لايت. طيب كيف بدنا نلغي الإضاءة توصله؟ نستخدم بلوك أسود إنه يمنع الإضاءة عن الموديل اللي ورا، فبحطه جنب الضوء الكبير زي هيك، بحيث إني أمنعه عن الموديل اللي ورا. شايفين؟ بس لسه واصله ضوء. طب بحرك الضوء شوي لهون، في فيل لايت واصله ضوء، خلي السقف أسود، والارضيه كمان واصل منها ضوء. هلا احنا خليناه اوت اوف فوكس ومش واصله الكي لايت. اجى وقت نضيف اللون الاحمر على البوستر، فممكن نضيف باك لايت، هاي مانو لايت، باك لايت حاد ولون احمر، هاي لون احمر. هيك اعطاه الشعور الارواح الشيطانيه هاي الى اخره. خلينا اقلل قوته، اوف، ومنه اعطى باك لايت على الموديل. حلو حلو حلو. طب انا بديش يوصل قوة على الخلفية، بدنا نحرك كل اشي بالاستوديو لقدام، بس خليني اسحبهم ابعدهم على الخلفية لانه واصلها ضوء. طيب بدنا نرجع نزبط الكاميرا تطلع على الموديل، بدنا نحاول، او لا، بما انه البوستر مزعج بدنا نحاول نقص كوعها. يعني من قواعد التكوين او اختصاص البورتري انه الكوع ما نقرب منه، ما يكون على طرف الصورة، بس فيش مشكلة، ما هو اصلا فيديو او فيلم مزعج. وغير هيك الشيطان اللي ورا خلينا نزبط وقفة جسمه، غير هيك بده يكون مايل، يعني الشياطين حركتها مش طبيعية، مش مستقيمة زي الجوكر اللي هو اشي غير ثابت عقليا، فيه اشي غلط. فكيف منبين عدم الاستقرار بالشخصية او بالانسان؟ ما بيكون مستقيم، بيكون مايل، او زي فيلم الجوكر بتلاقيه بتحرك بشكل مايل بشكل غير طبيعي. الجاكيت الازرق خلينا نغيره، بنقدر نغيره، بدنا نحاول نلغي الالوان، بدنا نخليه بس احمر اسود. في عنا بقدر البسها اسود، اريح شوي، جاكيت جلد، ممكن. هلا بما انه هربانه من الشياطين هي مش فاضي تصفط شعرها، فاصلا ما بزبط احط لها شعر والله مسشور وكذا، فبدنا نحط لها شعر انه مبين انه اصلا هي مش فاضيه تساويه. لا هاي مبينه رئيس عصابه، فخلينا نجرب زي هيك. يكون خربان شوي من كثر ما الشياطين بتلحقها، لانه انت بدك تفكر بالفيلم كله بالسيناريو. الاحمر جدا مفيد هون، يعني تطلع من دونه لا اللي ورا مبين اصلا، ولا ما فيش لون احمر بالبوستر. لا خليه حلو حلو، اللون احمر عامل جو. هلا لون بشرته، في خيار هون بقدر اخلي بشرته انه ابيض، ايوه، انه بدون ملامح. رهيب. لحيه الشياطين لها لحيه؟ لا بدون لحيه. الاثاث عم بعكس عليه، اشوف قبل الاثاث عم بعكس شوي عليه، اكيد ما هو لونه ابيض الكنب. هذا مبين عليه براقبها، بس احنا بدنا يخوفها. صح، الفيس بقدر اخليه انه معصب، او انه فاتح ثمه هيك ومعصب. هيك ممتاز 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 جدا. خلينا نصغر الكي لايت، بلاش يكون كثير كبير، بدل 120 سنتي خليه 90 سنتي اصغر. ايوه، يعني طلعوا قبل كان في شويه اضاءه واصله للموديل اللي ورا بسبب انه الضوء كثير ناعم وكبير كثير، فاحنا بدلناه انه اصغر شوي، بيظل ناعم على الموديل بما انه قريب منها، بس ولما صغرناه قدرنا نعمل له بلوك بسهوله عن اللي ورا. حلو، واوت اوف فوكس، بس احنا بدناش يكون اوت اوف فوكس كثير، بدنا تفاصيل وجهه تبين انه معصب، بس بنفس الوقت ما يكون كل وجهه مبين. خلينا نجرب فتحه 8، بدي يرفع راسه ثواني. زيك زيك زيك، ممتاز. ومبين انه ملامح، يعني مش مبينه ملامحه بالكامل، بس مبين انه اشي فاتح ثمه وبصرخ. هيك ممتاز، فتحه 8 معناته بدنا نقوي الكي لايت شوي. باك لايت عامل جو على الموديل اللي ورا، بس بديش ايديه، بدي يبين كانه بيهجم عليها. في بوز، البرنامج سهل يعني، مجرد ما تفتح بتتعلم عليه بسهوله، ما بده اشي صراحه، كل اشي واضح فيه. كسرتها لايده وايده بدي اياها تبين بالفريم كانه بيلحق فيها وكذا. فهي بدنا نلعب بالاصابع بالجوينتس، بدنا نلف كفه الايد عليها. ايوه زي هيك، بين ملامح وجهه اوت اوف فوكس، بس مخيف. هلا ليش ضوى عليه الكي لايت؟ لانه بالبوز اظن انه طفى كل الاضاءات، فهلا بيرجع لونه احمر. ايوه، رهيب. هلا شياطين، بما انه مجموعه شياطين، بدنا نكرر الموديل،
بس بدنا نغير وقفته، ما بدنا نبين شياطين كلهم كوبي بيست، بدنا يكون مايل، ما بدي اياه يكون شيء طبيعي يعني. لا كثير قريب منها صار ان فوكس، الفوكس صار عليه زي هيك، والرابع هناك. ايوه تقريبا وصلنا لفكرته للبوستر، بس هذا واصله لايت من وين؟ هذا كثير طالع من البوكس. اه خلص هيك، اوه بس هيك طلع يعني لوين وصلنا بنتيجه، اللي هو عندنا اللون الاحمر، الزاويه العلويه كيف حسك بالشفقه عليها ممكن، والاضاءه اللوكي، الظلال الكثير الموجود بالمشهد. ناخذ الصوره هلا، بدنا نعمل انه بوستر فيلم. هلا بما انه هذا فيلم خيالي وبدي اجيب تمبلت لبوستر فيلم رعب، فعادي بروح بدور على الانترنت على موفي بوستر فوتوشوب تمبلت، فمثلا زي هذا تمبلت جاهز من استوديو بايندر، استوديو بايندر رهيبين. فالموفي تايتل مثلا اي اشي، سكريم اوت مثلا، سكريم اوت، فونت مش عاجبني بدي احط فونت سكيري، هيو سكريم اوت مثلا. حلو الفونت والله بيعمل جو. هلا بدي احاول كمان اضيف لنفس السكريم اوت، بدي اضيف لها لون احمر ريم، نعطيه ستروك لون احمر يعني. تقريبا بعمل زي هيك، بعمل جو حلو. فشفتوا كيف جمعنا كل هاي الافكار؟ طبعا الموضوع يعني اخذ للساعة، لكن عادة هو باخذ اوقات اطول بكثير، لكن الفكرة احنا بهدف انه نجمع افكارنا اللي اخذناها قبل شوي، كيف ممكن احنا نعمل منها بوستر، او كيف ممكن نعمل منها صورة. بالشغل الاحترافي هاي بنسميها ستوري بورد، اذا كان عندنا اكثر من بوستر او اكثر من صورة، انه خلص انا بجهز الشكل المبدئي للبوستر، باخذ الموافقة من العميل وبروح على الاستوديو، بحجز الموديل، بحجز الميك اب والهير ستايلست والمودلز اللي ورا والاواعي والاستوديو كل شيء، وهيك بكون وفرت حالي وقت كثير وتكلفة أكثر. أتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو حبايبي. إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات تقدروا تبعثوا لي على الفيسبوك والإنستغرام ليودوت حماتي. ذكروا دائما أنه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة. يعطيكم العافية حبايبي.